يعني طيب كيفه قوي. بنت صغيره ما كملتش 20 سنه وتقعد قدام نجم من اهم نجوم العالم في الاخراج، وعمل حوارات مع اكابر المهنه، طارق حبيب بقى ومش عارفه مين والاسامي المهمه جدا، فيقعد قدام بنت اقل من 20 سنه ويتحول معاها لطفل ضحكته مش عايزه تقوم من البرنامج. يوسف شاهين، وصلتي ازاي انك تقنعيه؟ هعيط هعيط يا نشوى. انا شفت الحوار واتخضيت، انت كنتي طفل صغيره قوي. ايوه ايوه كنت لسه في الاول خالص وما عندكيش خبره في نيل المنوعات ومالكيش تاريخ، فتقولوا له الاسم الفلاني هيجي يحاورك. ازاي قعدت قدامه وازاي بقى قاعد قدامك عامل زي الطفل ومش عايز يقوم وبيتكلم وهو مبتسم على طول؟ نشوى، اولا لما رحت كانت ركبي بتخبط في بعضها، وقعدت اقرا السكريبت يومين ورا بعض، وانا من عشاق السينما، بعيد ان انا مذيعه او اعرف فنانين او كده، انا طول عمري بحب السينما قوي. وقت ما كنت صغيره ما كنت اخلص المدرسه كانت امنيتي الوحيده ان امي اسافر مثلا انجلترا، اروح احضر مثلا عرض خاص لفيلم اجنبي معين هيتعمل، عايز اروح احضر اول عرض الفيلم مش عارف مين، اخراج مثلا مارتن سكورسيزي، كوبولا، مش عارف فين. انا طول عمري بحب دي، وعمري في حياتي ما كان ليا اي علاقه بالفن، ولا من بعيد ولا من قريب، ما فيش ولا حد في عيلتي فنانين، ما فيش اي حد ولا حاجه خالص. انا بحب السينما، بحب الافلام، بحب السينما، طفله بتحب السينما جدا، وبحب الافلام العربي جدا الابيض واسود، وبحب جدا الافلام الاجنبي وحافظاها، يعني احفظ مين المخرج ومين الكاتب ومش بس الممثلين. وانت ما كنتيش لسه مقرره ان انا هبقى اعلاميه او ولا حاجه كاميرا. خالص ولا حاجه، انا ما كنتش عايزه ابقى مذيعه اصلا، لان الشكل التقليدي للمذيعه بالنسبه لي كان مساء الخير ودلوقتي مع المسلسل مش عارف، ما كنتش عايزه ابقى مذيعه. اما جابوني قالوا لي هتعملي نفسك تقدمي برنامج عن ايه؟ قلت لهم عن السينما، ومن ساعتها وانا لغايه النهارده 20 سنه بقدم برامج فنيه فقط. قالوا لي طب روحي قدمي اطفال، روحي قدمي سياسه، روحي. قلت لهم يا جماعه انا بقدم اللي بحبه، بعمله بباشن وبحب غير طبيعي. فنرجع طبعا للاستاذ الكبير اللي وحشني جدا جدا جدا، اللي علمني حاجات كتيره قوي من مجرد لقاءاتي او قعداتي معاه. الراجل ده انا كان دايما عندي تحدي، انا دايما مؤمنه ان مفيش مستحيل. في اسامي كبيره كتير جدا انا ما كنتش اعرفهم، وكان نفسي قوي ان انا استضيفهم، من ضمنهم استاذ وادي الحكيم واستاذ مفيد فوزي. عملت معاهم، قعدت معاهم بقى ده في الاول خالص، كنت لسه فعلا طفله فاسله ما اعرفش اي حاجه خالص، بتحب عبد الحليم وعايز تعمل حلقه عن عبد الحليم، فكلمته ما كانوش عايزين. بعد ما اتكلمت معاهم شويه على التليفون، قال الاستاذ مفيد مثلا، قال لي انا حاجيلك لان انا شايفك انت متعطشه للمعلومه. قلت له حاضر، فجاء، فمن هنا بدات العلاقه. ما يقعدش قدام حد خالص، ما كانش ما يعرفنيش ومش عارف، بس لما لقاني بتكلم معاه حاسس ان انا متعلمه وعندي خبره ومش ماشيه كده، يعني حاسس ان انا بتفرج بشوف. انا زعلانه منك في حاجه. قولي لي ازاي تجيلك فرصه تمثيل مع يوسف شاهين وما ترضيش تعمليها؟ مامي زعلانه من لو سمعاني دلوقتي، امي كانت خايفه قوي، كانت خايفه قوي. كان زي الفكر القديم، كانت خايفه قوي 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 من كل حاجه، يعني عايزه اقول لك حتى كمذيعه كانت بتبقى قلقانه عليا جدا. بس هي شويه شويه، يعني هي حتى ما بدات اشتغل كمذيعه في الاول قعدت تقول لي انا شايفاكي كويسه وشايفاكي حابه قوي ومش هقدر اقف قدامك، يعني خلاص. طب ده هيحصل لو بنوتك قالت لك ماما انا عايزه امثل، هتقفي قدامها؟ لا، هسيبها تعمل اللي هي عايزاه. هسيبها تعمل ايه يا عزيزي؟ انجي انا اسفه، الوقت خلص. ايه ده؟ لحق يا نهار ابيض.